مرة الكريم خلونا نرحب بالعضو الأول، الشخص اللي يقول بإذن الله اليوم لن نترك مجال للنجوم ولن نتعب أبدا في التحدي، وبإذن الله سنقاتل وبإذن الله إننا نكسر الدنيا. رحبوا معي بالمبدع المتألق تركي السوداء. القادم إليك بالطفاية سيطفئ حماسك يا جهاد. هلا والله يا مرحبا. والله سبحان الله يا أخي حسيت إنها تشبه لي الطفاية والله يا أخي. هذه يعني هذه مقصودة هذه والله. شوف هذه اسقاطه ترى، ها يسقط علي جالس. ما لبيت انا يبدي تبخل قلت اخذها يعني. طيب المهم ليش داخل بالطفايه؟ انا بنغرق استاذ جهاد شوي بس. يعني بتطفي حماسه كله. اوف 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 اوف. ها يا استاذ جهاد تطفيني كله؟ ايه كله. انك عارف اني جاي اليوم بحريقه وبشعله. نعم. ستحرق المكان كله. نعم. عشان كذا انت متاهب وخايف. انا جيت لكن يا ابوي لو تجيب لي مويه البحر لو تجيب لي مويه البحر ما راح تنطفي حريقه اليوم. انا حنولعها اليوم، حنولع حتصير نار وشراه. قول. جبت الطفايه انا معي الحق على مستودع استاذ عبد الرحمن عشان قبل ما تحرقه قلت اجيبها. لا لا ما يحرق ما يحرق وما لك لواء. انا عارف انا اجيب المستودع هذا فيه له اقصى انواع الحمايه وفي له اقصى انواع ما شاء الله السيفتي. لازم نحتاط. وهذه يعني الطفايه انت اكيد جبتها من الملحقات المستودع هذا صح ولا لا؟ لا لا. طيب ايش اليوم جاهزين للمقابله الخصم اللي امس اكتسحتوه اكتساح كبير؟ جايين نجلده ونمشي نكمل النجم اللي بعده باذن الله. اهم انتظر العقوبه اليوم استاذ جهاد. اوف 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 ترى في عقوبات استاذ جهاد، وحاب اقول لك انت انتظر او جمع كرتون مناديل كذا لانه يمكن تبكوا اليوم تغادروا البرنامج. تركي تركي كذا. ما شاء الله ما شاء الله والله حركات ما شاء الله تبارك الله. من وين جبتها يا استاذ جهاد؟ حداك تسويها. ها؟ حداك. حركة غشمة هذه. تدقها في يدك ها؟ طيب يعطيك العافية تركي نسمع له أقوى تحية. سمعوني وين؟ جيب راعي الطاقية. أبغى راعي الطاقية يعني. خلونا نرحب بالمبدع المتألق الكبير في قدره والصغير في حجمه. رحبوا معي بقائد المستقبل عمر السويداء. يا سلام الله. ايوه ابصر. يا مرحبا ويا مرحبا. السلام عليكم يا ابو معي معي اليوم معي بيحييك معي عمر معي ما يبي. تجاهل تجاهله تجاهل الخصم. الله عليك. كفك كفك عمر. الله اقل اقل. وري 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 وري. يا سلام عمر بفوز اليوم يا عمر. عمر بعد ساعه بتقول لي ما اقول لك بالله نصحتك. قبعه سوداء تخسر. طيب انا لابس قبعه سوداء بخسر؟ بعض الناس اللي جوا لابسين ايش؟ لابسين قبعة. النساء غير الرجال صح؟ ايه. طيب بالله يسوي له واحدة كذا تعرفها؟ يا سلام كذا. طيب حلوين حلوين. طيب يلا يعطيك العافية يا شيخ عمر. اتفضل استريح اسمع له أقوى تحية. سمعوني أقوى تحية لعمر. والفوز من حقي أنا. أما الآن خلونا نرحب بقائدة هذا الفريق المبدعة المتألقة المتمكنة أميرة السويداء. ما ننهزم ما نسحب مكاننا فوق السحب. هلا والله يا مرحبا. يقولوا اللي يلبس قبعة سوداء يعني نظرته سوداويه صح الكلام هذا؟ بس قبعتين زين قبعتك بس غير اللون يعني اكيد يعني. نعم يعني هذه بعدين لابسين سماوي اسود سماوي اسود للقتال وللتحدي وليست لتزيين الشخصيه يعني. يعني الحين يفوز ولا ما يفوز؟ ما عرفنا لك. انت ما حتفوز بالله. هم حق كشخه لكن انت يعني الله المستعان هايين يا اميره. اميره راح نشعل الجو. اميره ايش ايش موجوده ان شاء الله اي يعني من حماسنا وكذا قوتنا ممكن نكون عبد القاسم صغير موجود هنا ما ان شاء الله. طيب ايش مجهزين اليوم؟
مجهزين صيحة تكسر الدنيا. مرة قوية؟ مرة حلوة. متأكدة؟ إن شاء الله. ترى أنتوا يعني ما شاء الله تبارك الله أمس كنتوا فايزين في النتيجة، فهل اليوم حتحافظوا على هذه النتيجة؟ بإذن الله، وبنحافظ عليها وبنجيب دبلها. متأكدة؟ بإذن الله. نسمع لها أقوى تحية وجهزوا لنا صيحتكم يلا. ما ننهزم ما ننسحب ما كان لنا فوق السحب.